منها فوز بجواز على الصعيد الفردي، ومنها من تألق كثيرا مثل مدرب توتنهام على سبيل المثال بوستيكوغلو بعد ضغوطات عديدة عانى منها توتنهام الموسم الماضي. بداية مميزة لتوتنهام، 10 نقاط من 12 نقطة قرب الأربع مباريات، وبعد رحيل هاري كين الصفقات الجديدة اندمجت بسرعة، أنجي برضو بيقدم كرة هجومية كرة ممتعة زي ما قلت، خد 10 نقاط من 12 نقطة. إنما عشان تبقى الأفضل، هو من ضمن الأفضل، إنما دلوقتي يا عبد العزيز أنت عندك طالب عملت امتحان في شهر وجاب 100 من 100، واحد جاب 90 من 100، تدي الجايزة بتاع الشهر لمين؟ اللي جاب 100%، صح؟ مين اللي جاب 100%؟ جوارديولا. النقاط العلامة الكاملة. أيوه. تقريبا. انما عشان جوارديولا ممكن غاب لقائين عشان العملية اللي عملها في ظروفها، ممكن تروح لأنجي، انما قدم بداية مميزة مستحقة، بداية قوية، انما انا اشوف ان في احق وافضل منه، المدرب اللي الناس كلها دايما بتاخده مثال وقدوة بالنسبة لجوارديولا. انما انجي قدم بداية مميزة كرة ممتعة، انما عشان الافضل تروح للافضل اللي جاب 4 من 4، اللي جاب 12 نقطة. يعني ممكن عشان اجتهد الرجل مع الفريق. الفريق كان يعاني. ماشي استنى، مين اللي بيعاني؟ توتنهام. لم يلعب بالشكل المطلوب. واحدة واحدة. تفضل. أنت عشان تدي جايزة للأفضل. صح؟ صحيح. بتديها لمين؟ المفروض اللي أخذ العلامة الكاملة. اللي جاب أربع مباريات جاب 12 نقطة. بيب جوارديولا. أي. فممكن عشان يقول لك أصله غاب مباراتين ما كانش موجود على الدكة، أنت بتدي الجايزة للجهاز الفني. راس الجهاز غايب، الجايزه كلها لما واحد المدرب ياخد جايزه الشهر، لما بيتصور لوحده، صور معاه الطاقم المساعد، فانت انا اشوف ان ابخس نوعا ما مجهود مدرب السيتي جوارديولا، انه جاب زي ما اقول لك 12 نقطه من 12 نقطه، انما بدايه قويه توتنهام مع انجي بعد خاصه بعد رحيل هاري كين، وايضا الصفقات الجديده ظهرت بمظهر مميز.